امرأة وكلت شخصا لرمي الجمرة لكنه نسي، ماذا عليه وماذا عليها؟ تجب الفدية في هذا الحال، لأن الرمي من واجبات الحج، وقد قال العلماء إن ترك الواجبات فيه دم. لكن على من يكون؟ على المرأة أم على الوكيل؟ قد يقال إن الوكيل فرط، لأنه لو انتبه وتأهب تأهبا تاما ما نسي. وقد يقال إن النساء ليس بتفريط، لأنه من طبيعة النساء. والذي أرى أن يتصالح في هذه المسألة إما أن يحمل الهدي الفدية جميعا كل واحد على نصفها، وإما أن يرضي بأن تكون الفدية على